أبو تريكة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أقول لك إنه اكتشفنا إن أنت شعبيتك في مالي أكتر من شعبيتك في مصر. لا يعني الحمد لله، ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. يعني الحمد لله يا كابتن أبو تريكة. ويا ترى الأزمة ديت انتهت إن شاء الله وبكرة ترجعوا للقاهرة بأمان الله وبرعايته؟ يعني الحمد لله ربنا يكرم إن شاء الله، ويعني تأمن على خير طبعا. يعني برضه لعيبة النادي الأهلي لعيبة الصراحة موقف ليها يحسب موقف فيها، ويحسب إن هي ناس عندها شخصية وناس عندها كراش وبتتحمل المسؤولية، واللعيبة وجهاز وخالد. يعني الصراحة يعني زي ما بقول دايما الأزمات دايما فيها الرجالة. أعتقد إن لعيبة النادي الأهلي يعني مفيش ولا واحد أبدى اعتراض ولا في تفاهم تماما للموقف. في نفس الوقت احنا ما يعني كان ارتباطنا الوحيد ارتباط بربنا سبحانه وتعالى، سبحانه يعني وتعالى. دايما الموقف يعني ما بتعتمدش على افراد ولا بشر، ما بنعتمد على رب البشر. فربنا سبحانه وتعالى ييسر فيه الخير، وربنا يسهل وترجع للناس كلها سالمين غانمين لمصر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يعني الناس اللي احنا نطمن الناس اللي احنا الحمد لله بالظروف كويسه والاجواء كويسه، وربنا يسهل عدي على خير ان شاء الله. يعني يا رب ان شاء الله. انا عايز اقول لك كابتن ابو تريكه، احنا ما كناش في حاجه الى هذا الموقف عشان نعرف ان انت ولاعيبه الاهلي كلهم رجاله ومصريين جدعان. لا انا ما بقولش يعني، لا يعني احنا واثقين فيكم جدا. بالعكس، احنا الاجيال الجديده في مصر بتتعلم منكم الثبات، وتتعلم الالتزام، وتتعلم الاحترام والايمان. الحمد لله، واحنا كنا عايزين ندي رساله طبعا النهارده ان احنا اتمرنا النهارده في الظروف الصعبه، ان برضه في قيمه للعمل وقيمه قيمه ارتباطك بالعمل وارتباطك ان انت بظروف صعبه. لازم تودي رساله ان انت مهما يكن الظروف الصعبه انت مرتبط بشغلك، مرتبط بحياتك، مرتبط بقيمه عملك. ومدى اعتقد ان الامور يعني الحمد لله بتعدي على خير، والاجواء اللي احنا فيها دي ان شاء الله نعديها على خير. وانا بشكر الناس اللي سالت على اللعيبه وسالت على الجهاز وسالت على الباشا. يعني الناس اللي الصراحه التليفون لم ينقطع، سواء من الكابتن ضيا، سواء من المنتخب الاول، سواء من اصحابنا، سواء من اولاد الالتراس، جمهور اسر الشهداء. يعني الناس كلها امهات الشهداء اتصلوا بينا، فده طبعا قيمه كبيره. بالتاكيد متقبلين طبعا الموقف، واعتقد ان الامور كلها موقف بيبان، الموقف صعب بيبين الناس. واعتقد زي ما بقول ان مصر فيها احداث كتير واحداث صعبه، فكون الناس انها تفتكر لعيبه النادي الاهلي في الموقف ده، فاعتقد ان موقف يحسب ليك. اكيد يا كابتن ابو تريكه. عايز اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي جايبينك بالصوت والصوره، فعايزين منك وانت بالجلابيه الماليه الجميله تقول رساله لكل جماهير الاهلي ولكل المصريين الحقيقه اللي بيسالوا على الاهلي واللي ملتفين حول لاعبي النادي الاهلي. عايزين رساله من محمد ابو تريكه. احنا رساله، انا بطمنهم الباقي الحمد لله بخير، واحنا بنطمنهم ان شاء الله ربنا يسهل ربنا يكرم ان شاء الله، ونكون نرجع مصر سالمين. وبقول لهم طبعا ان شاء الله يدعوا لينا ويدعوا لمصر يا رب ان يبقى فيها سلام، وان شاء الله يبقى كل الامور تحصل على خير، ويبقى في حب ويبقى في اخلاص. طبعا في انكار للذات، لان البلد محتاجه كل فرد فينا. فاعتقد ان هو بالحب والاخلاص الناس تقدر تقود، سواء في اي مكان في مصر. ومصر دائما قائده ودائما بيضرب بها المثل. وانا بشكر ثاني الناس اللي سالت علينا في ظل الظروف الصعبه اللي كانت موجوده في مصر. بنشكرهم، وبشكر زي ما بقول يعني كل فرد سال على الباس النادي الاهلي، وده موقف يحسب ليهم. واتمنى ان احنا ان شاء الله نرجع سالمين غانمين. يا رب ان شاء الله. سمعت ان انت خسرت في الكره الطايره النهارده كابتن ابو تريك. لا لا عاده الحمد لله ما بخسرش. يعني في اشاعات طلعت من مالي بتقول انه ابو تريكه لعيب جامد في الكوره بس في الطايره يعني نص نص. لا ما هو طايره بالرجل. ربنا يسهل ان شاء الله وربنا يخليك يا ابو تريكه. ومين اللي اختار لك الجلابيه دي يا كابتن ابو تريكه؟ لا والله ده الجلابيه دي هديه من احد الناس المحترمين هنا في مالي. فده ظل ظروف الملابس بيبقى استعمالها كتير، وانت عقبال ما تغسل ملابسك بايدك عقبال ما تنشف بقى بتاخد وقت، فبنتصرف. وسمعنا انه مستر مانويل جوزيه معترض على الجلابيه. لا 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 مستر مانويل ما فيش اعتراض، الامور كلها تمام الحمد لله. الحمد لله يا كابتن ابو تريكه. اتعدينا على خير ان شاء الله. يا
يا رب ان شاء الله، ونحن كلنا في انتظارك ان شاء الله، وكل لاعبي الاهلي وكل بعثه الاهلي وكل الصحفيين ان شاء الله تعودوا سالمين الى مصر غدا ان شاء الله. ربنا يخليك يا بوتريكا. يا رب يخليك يا كابتن ابو تريكه. اكلم الاستاذ خالد. اتفضل. ماشي دكتور ياسر، عايزك قبل ما تكمل حوارك مع الاستاذ خالد الزرندلي، عايز اقول لك ان يعني السهره بالليل بتبقى موجوده بالجهاز الفني مع الاستاذ خالد حاجه يعني تسمع ذكريات جميله جدا. وعايز افاجئك انه عنده مكتبه على الايباد بتاعته حوالي اكثر من 10,000 اغنيه. ممكن تساله كتير عن الاغاني، وهو امبارح سمعنا حاجات قديمه من اللي حضرتك كمان